السلام الله عليكم. هذا مستمع رمز اسمه بالحروف باء حاء من السعودية، يقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي خلف إمام حافظ لكتاب الله في صلاة التراويح وبغيرها من الصلوات الجهرية، وربما أفتح عليه إذا أخطأ، فيقول الإمام: لا تفتح علي، في الكلمات القصيرة، مثل لكن والصحيح كانوا، ومثل ترجعون والصحيح يرجعون، ونحو ذلك، وكذلك الحركات، فقد يضم وقد يكسر ويفتح في غير المواضع المناسبة، فهل أوافقه على ذلك أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا أغلق على الإمام في القراءة ولم يدري ما الآية أو ما الكلمة التي أمامه، فإنك تفتح عليه بذلك. إذا توقف وأغلق عليه ولا يدري ما الكلمة أو الآية التي يريد قراءتها، في هذه الحالة تفتح عليه بالآية أو بالكلمة حتى يستمر في القراءة. أما تعديل اللحن وتعديل فهذا غير مناسب في الصلاة، لأنه يحصل تشويش، يحصل ربما يحصل للإمام أيضا ارتباك. لكن إذا سلم من الصلاة فإنك تنبهه على هذه الأخطاء ليتجنبها في المستقبل. وإن صلى بها وهو يخطئ أو يلحن بها؟ اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، أما اللحن الذي يحيل المعنى فإنه يبطل الصلاة. نعم.